ناري 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 شحال عجيب ما درت شي فيديو تراري عارف راسي. شوف اكبر معقاد في هذا اليوتيوب هو انا اجي لا ميمكنش يختلفوا على جوج الناس، ولكن التراري درت واحد بلان وجدت بزاف ديال لي فيديو باش ديك الساعات ملي نقول لكم عيودنا راه عيودنا ديال بصح التراري. الكريبتو دابا حاليا السوق طايح هابس داكشي، دونك ما تانا داير بوز حابس. داك الوقت بين عمره الدراري بدو فيس، دونك مشيت واحد السيري ا زيرو وقلت علاش ما بارطاجيهاش في لاشين باش نيت لاشين ما تموتش ويبقى واحد التواصل بيناتنا الدراري. المهم هاد التيم هادي راه حاولت ما نخسرش، ما زعما ما نشريش كاما ولا ندير شي بلان باش حتى اللي بيتفرج فينا يمشي على هاد على الطريق اللي غنمشي عليه انايا، فهمتي؟ دونك اي واحد يقدر يدير هادشي اللي غندير. داكشي بيكون كيفاش تابونا من استخيب كيفاش تمشي، المهم راكم عارفين لي سيري ازر كيفاش كيكونوا. جبونس ديجا حنا درنا هادشي هذا في جاهاش في اليزايل. المهم تيم تكريات درت اربعة ديال ليكرا معول، اربعة ليكرا اكسبير راسك يعني كاين بزاف ديال لي زاستيس كيفاش اكسبير بليكرا. دونك دغيا غادي نطلع، قلت هذا هو السيستم اللي غادي ندير، غادي نمشي بربعه ديال ليكرا خصوصا باقي دابا سيمانا اللي زيدور باش يتحيدوا. دونك غادي نستغل البلان ديال اللي زيدور الماكسيموم، نحاول نطلع ماكسيموم ديال الليفل. من بعد ملي نطلع ديك الساعه نقدر نشونجي لاغاس، كاينه بوسيون نقدر نفارمي ليها ونشريها ونبدل لاغاس ونجي ديك الساعه تيم كلاسيك باش نجري لي دونجون. هاد التيم هادي ناوي ندير بيها لي سيكسي ماكسيموم، نشد كاع لي دوفيس كي تجي مع الدراري. البداية هي اللي تكون شوية صعيبة، اون فوا تتافونسي تتيكيبي التيم ديالك كتولي دير بزاف لي زاسيس، كتولي تجيب كاما ما كتبقاش محتاج ديك الساعات شي واحد يعاونك في شي بلان ولا كلشي كتولي ديرو لراسك. الاول اللي شوية صعيب غادي نتبادلو في هاد انكارنا وغادي نتبادلو في استخيب، مي ما عليناش هادي هي البداية. بالنسبة للناس اللي ما عارفينش دوفيس كيفاش يلعبوها ولا كاينه واحد السيري ديجا درتها فيها شي دو فيديو تقريبا، شرحت كاع هاد لي شامب شنو كيديروا. داكشي نتاع اي واحد باغي الله يبدا غادي يلقاه في ديك السيري، دونك سير لهاديك السيري شوف دوك لي فيديو عاد تقدر ترجع لينا. المهم انكارنا مع الدراري كريت لي بيرسو، درت هاديك الكيت ديال انكارنا كتجيري هاد لي مونستر هادو كيما كتشوفوا، كتهضر مع داك البي ان جي شي حاجه خفيفه ظريفه. ساليتها اول حاجه درت هبطت الاستخيب، هبطت الاستخيب جيت تنجيري في دوك لي بيو على ود بانو. جو بونس بانو اللي كتعطي الاير ما عرفتش راه خضره ما عرفتش شنو سميتها، جو بون بانو شي حاجه بيو فير. المهم ديك البانو ملي كتكملها كتوصل شي 200 اير 200 اجيليتي شي حاجه اللي في نيفو 11 12 شي حاجه اللي بروكن بزاف كاع. ضربت ليهم البانو بانو بيو كملتها في استخيب وعاد طلعت الانكار، اعتبرت راسي الله غنبدا الجيم. دونك فاش طلعت مشيت كنت جمعت شويه ديال الكاما من استخيب مع دوك اللي يكون بدل البيو تقعد تسمعوا جمعت كاميرا شي 4000 كاما في التوتال. شريت بها داك الكوطو واحد الموس ديال شاسور، داك الموس ملي كانت ايكيبي كتولي تروبي واحد اللحيمات، المهم ميتشي شاسور راه معروفة. المهم هادشي اللي درت انا الدراري هبط مشيت لانكارنا فارميت بقيت نجمع دوك اللحيمات دوك لي فيوند، طلعت شاسور نيفو 10. اون فوا طلعت نيفو 10 هبطت في حالتي من انكارنا مشيت لاستخيب بقيت كنفارمي في لي بيو، زدت تاني كان فارمي فليبيو على ود على ود الفيوند باش نطلع شاسور نيفو 20. هادي هي الاول هادو هما الاولويات عندي. اون فوا طلعت شاسور نيفو 20 جمعت داك التروب لي دروبيت كامل في انكارنام وفي استخيب، بعت داكشي ضربت تقريبا شي 100000 كاش يعني شي حاجة مزيانة في دوك لي ريسورس. واحد البلان لي ريسورس الدراري كيتباعو ماشي سير بلاص مي كيتباعو، الا حطيتي في الاش دي في وبقيتي كتشونجي كتشونجي مره مره كتربط لي الله على داكشي وتشونجي تيتباع، خصوصا داكشي ديال البيو داك التخربيق نتاع انكارنا تيتباع دغيا.
تحتاج في ليكيت وبزاف ديال الحوايج، دونك كيتار هذاك الشيء. أه هو باش درت واحد 100,000 ديال الكاما. اون فوا طلعت شويه بقيت غادي بالبانو اير، ضربت ديك البوانو ديال الاير اللي فيها كواف وباطون جو بونس، تاك نزيد شويه الاير، بقيت اير حتى وصلت شي نيفو 30 غير في الفارم ديال البيوت الدراري. عشان كما كتشوفوا راه اللي كان نفارميها كنمشي كنبيع الحيمات، طلعت الميتي ما بقيتش محتاجهم، وليت حتى هما كنبيعهم. المهم فارميت مزيان لي زي دولار، خاصو هاد الدراري خاصو لواحد الدرجة ما يمكنش. من الاحسن تشريهم تقريبا شحال شي 2000 كاما، تشري لك جوج ديال لي زي دول اللي تيعاونوك في الاكس بي وكيعاونوك في الدروب. الساجيس ماشي ضروري تزيدوها، بقيت كنزيدها في الاجيليتي. تراري هضرت بزاف الصراحة، طولت عليكم. المهم غادي نعطيو خلاصة، واخا عارف راسي حتى في هاد الخلاصة غادي نعاود تاني نهضر بزاف. المهم كي تكري لي بيرسو، اي واحد يقدر يكري دي بيرسو، تهبط الاستخيب فارمي، تضرب البانو ديالك، غطلع الانكارنام باش تروكسي ايزي وتكون خفيف ظريف، فهمتي هادشي علاش قلت انا تسبقو استخيب ديالو ولا تضربو البانو بيو، طلعو الانكارنام و كرافتيو داك الكوطو ولا تشريوه من الاش دي في. من انا كرافتيت، من الاحسن تكرافتيو هاد الدراري، جمعت الكامل تحت وكرافتيتو، شريت لي غيسورس طاح ليا رخيص، كتكرافتي بميتي فورجيرون نيفو ان، دونك ماشي شي حاجة. ملي تكرافتي وطلعو الانكارنام ضربو دوك اللحيمات، راه كيما وريتكم في هاديك التساويرة، بيخصكم ماشي كداو 70، اطلعو نيفو 10، غتهبطو الاستخيب اتسبامي ولي فيوند، لي فيوند مع البيو، الفارم، كومبا مورا كومبا، ما تسرحوش، ديرو شي ساعتين الفارم ولا، يعني داكشي خفيف ظريف هاد الدراري. ايبيزود 2 غادي نديرو اكس بي ان شاء الله، غادي نوريكم فين غاني اكس بي، غنحاول نطلع لي بيرسو من 50 لشي نيفو كبير، غتشوفو البلان ديال لابونمون تا هو كيفاش غنطابونا، يعني هاد السيرة غادي تكون طويلة هاد الدراري. 3 سنين هادي ما لعبتش دوفيس، يلاه رجعت، واحد البلان وقع ليا في هاد لي بيرسو، كرييت 3 بيرسو وخليت واحد بيرسونا واحد الكونت اللي هو المين اكونت. المهم راكم عارفين المين اكونت يكونوا فيه دوك اللعيبات ديال لي سكين اللي كتاخد بشحال من نهار تتلعب وانت مابوني، دونك عندي في هاد البيرسو المين عندي فيه شي لعيبات ناضيين قدام بزاف، تيبينوك بانك راك قديم في الجيم دوز 15 سنة، راه شي حاجة كتيرة. دونك مابغيتش نفرط في هذاك الكونت الدراري، قلت نبقى كنقصر بيه، ولقيت واحد المشكل هو انني لقيت فيه واحد في هذا السيرفر، لقيت صرام اوميغا شي حاجه، دونك بيرسوناج طلع ليا اكس بي فوا 2، ما بغيتش يكون داك الاختلاف ديال واحد نيفو 100 ولا اخر 140 ولا، غادي نتعنكش بزاف. دونك شنو درت؟ كرييت جيلد، عطات لمو 50% ديريكت ولا قدو قدوم، يعني ما بقاش يتحسب ليا فوا 2، دونك هذا هو الحل اللي درت. الجلدة الدراري الزاوية اللي بغى يدخل مرحبا، صيفطوا ليا ميساج في جي في، تريد سيس بيتكوين صيفطوا في الايثيريوم، صيفطوا في الماتيك، طف القهالة مرحبا الدراري. المهم اللي بصدو قدامكم بانوا في الفيديو، فين ما صيفطت ليا ميساج راه غادي نكون انا اللي مكونيكت وغان انفيتيك، مرحبا بأي واحد. واللي وصل معنا حتى لهنا الدراري، عارف راسك راك كاين، هبط ديالنا شي لايك وخلي شي كومونتير، نعاودو تاني نحركو هاد لاشين. الفيديو التاني غادي يكون في اقرب وقت، راه ديجا موجدو هما الدراري وكاينين، داير ليهم المونتاج وكلشي، زعما مريكوردي خصنا ندوين فوقهم بحال هكا، وغنبقى نحط لي فيديو كيما قلت لكم. هذا هو البلان ديال دواد العكازات الدراري، حتى نعاود تاني نرجع السيوف لليوتيوب، وديك الساعات ما كاين غير فيديو مورا فيديو. العزة الدراري، تهلاو ليا في راسكم، بيس.